ايش هذا وضعه؟ زكريا هذا سيبه هذا سيبه هذا هو يفوج ابنك يا ولد راح ابن يا عم انا خولت انا عبد الله اسمراني هات الشياله معاك وراح وراح الله هذا أمي الغالية هذاك ابن أخوي أخوي استشهد الأربع شهور ما شافش ابنه سمينا ابنه على اسمه تامر أبوه تامر سمينا اسمه تامر أيوة راح هو وسته عند أبوه راح هو وسته عند أبوه عشان جابوه علينا على قصار طيب مين بالبنات قالت لي تطلع قلت لها بكره يما والله بكره بطلعك يما ما نرجع لي شوي بس يما والله الفرقه صعبه يما مالين لهم سنه قاعدين في الدار ليش ما حذروهم ما حذرونا ليش ما حذرونا بعد بحذروا دائما ليش وأن الله لا يضيع أجره تعرف لهم والشهداء ويستبشرون بنعمة من الله مقعده من الجنة الشهيد يرى مقعده من الجنة بفضل الله لهم كرامة أنهم استشهدوا يدور عمو ما لقيش عمو يصعب اللي يضيع عمو مش لقيه